أنا رياضي، شجعني الوالد وشجعوني الأهل إني ألعب وأمارس الرياضة في حياتي، وهذا شيء حلو لي ولصحتي. والحمد لله أنا بالأسبوع مرة ومرتين ألعب رياضة مع ربعي، وهذا شيء وايد حلو ويملي فراغي. وأنا تقريبا مع الحمد لله قدرت أنظم وقتي بين الجامعة وبين لعب الكورة، لأنها من أفضل هوايات عندي، والوالد والوالدة ما قصروا في دعمي في لعب الكورة والحمد لله.